اوكي، الان راح نتكلم على موضوع جديد اللي هو لينيرايزيشن. لينيرايزيشن اللي هو من اسمه يعني نسوي الكيرف نحوله المن الى لينير، الى خط مستقيم. لينيرايزيشن شنو الفائده من يمه؟ واي وي ار دوينج ذيس ثينج؟ حد الان المسائل اللي تكلمنا عليهن سواء كان الليكويد ليفل تانك اللي هو عندنا مثلا الثرموميتر، عندنا مثلا ميكسينج بروسيس، الهيتنج بروسيس، كلها كانت لينير سيستم، وقدرنا نطلع الترانسفير فانكشن بسهوله الصراحه، وقدرنا نطلع ريسبونس. لكن بالحقيقه بالبراكتيكال بالعملي انه اكشوال موست فيزيكال سيستم اوف براكتيكال امبورتنس ار نون لينير، بس من تجي للحقيقه الواقع البروسيس دائما تعطيني شنو نون لينير، البيهيفير مالتها نون لينير، وهسه راح نعرف شنو اللينير نون لينير. زين، هاي من جهه، ومن جهه اخرى الكاركترايزيشن مال الدايناميك سيستم يعني البيهيفير مالته ما نقدر نحصله الترانسفير فانكشن الا للنينير سيستم. فاذا هنا احنا امام مشكله الصراحه، انه الترانسفير فانكشن تشتغل على اللينير سيستم ما تشتغل على النون لينير سيستم. فبهيج حاله لازم اذا جاني سيستم طلع موجود انه النون لينير لازم احوله المن الى لينير حتى اقدر اشتغل الترانسفير فانكشن. فخلنا نشوف شنو اللينيرايزيشن نقصد بها، واكزامبل على اللينير فانكشن، واكزامبل على اللينير النون لينير فانكشن. فاللينيرايزيشن بسهوله نقدر نقول ميكينج النون لينير فانكشن از لينير. شو نسوي؟ باستخدام التايلور سيريز اللي اخذتوها بالمرحله الثالثه. فاللينيرايزيشن linearization نقدر نقول بسهولة وببساطة it is أو it means هي تعني making أو converting تحويل non-linear function نحولها لمن؟ اسينو، نجعلها اسينو لينير. بس شلون غير نستخدم في هالشيء؟ شنو التكنيك؟ باي يوزنج تايلور سيريز اللي اخذتوها بالمرحله الثالثه برياضيات تطبيقيه. اند شنو هاي؟ اذا استخدمنا تايلور سيريز اند هاي راح شطينا طبعا ات جيفز approximation مو exact solution، لا approximation gives you know approximate اللي هي approximate result، راح تعطينا exactly نفس الريزلت بس بها approximation يعني بها نسبه قليله من الايرور. اوكي، فاذا عرفنا من واحد يقول لك شنو مصطلح لازم تقول له لا، انه عندك فانكشن تشتغل نون لينير انا اريد احولها الى لينير استخدم تايلور سيريز، النتائج ما راح تطلع كلش اكزاكت مضبوطه، تطلع بيها شنو؟ برسنتج اوف ايرور. زين، اكزامبل على اللينير فانكشن، اكزامبل راح ناخذ اكزامبلز اون لينير اند نون لينير فانكشنز. خلينا ناخذ اكزامبلات. شنو قصدنا بهذا الشيء؟ يعني مثلا يعني ماثماتيكلي يعني طلع لك مثلا ريسبونس واي 2 تي تباوع الباور مال تي واحد، ما عندك مشكله. اوكي، اذا هاي لينير. اوكي، هي بين معادها خط مستقيم اصلا. مثلا عندك واي يساوي تايم بلس اكس، احنا جاي نشتغل على الاندبندنت فاريبل تي، فايش بيه؟ ايضا الباور مالته واحد ايضا، فاذا هاي نقدر نعتبرها شنو؟ لينير. ليش واي لينير فانكشن؟ ليش؟ بيكوز نقدر نقول بسبب انه الباور، بيكوز ذا باور يعني الاس الباور اوف الاندبندنت فاريبل اللي هو التايم هنا يساوي لنا واحد، ما عندنا مشكله. فهذا شنو اللينير؟ مرات ترهم عندك لايك ذس،
انه ترهم عندك مثلا y to the time x squared او مثلا y يساوي لنا 2 جذر t او مثلا y لن t. هذا شنو؟ نون لينير. نون لينير ليش؟ لان عندك الباور اول شيء شنو؟ not equal 1. هذا this one وهذا من يجي كلين يعني معناته او لوجن بين هذا مو لينير اوكي، لان ها كل علامه هاي مثلا من ترسمها كيرف راح يطلع لك اوكي، فبي كيرفول. فهذا النون لينير. فاذا من نقول لينيرايزيشن التكنيك نحول الهاي سيستم اللي تشوفوه المن الى لينير، يعني نسوي لايك ذس اوكي. فشلون نحول؟ باستخدام شنو؟ التايلر سيريز. فنقدر نقول تو كونفرت، ممتاز، تو كونفرت the non-linear function to linear one, we can you know use you know Taylor series. شلون تايلر سيريز؟ يعني الداله اللي هي اجتك شنو؟ كيرف وات ايفر نون لينير راح تكتبها بهاي الصفه اف اكس يساوي لك الداله بالنقطه اللي تريد تسوي يمها اللينيرايزيشن زائد المشتقه مال الداله بالاكس على دي اكس مشتقه، بس وين تقيمها؟ ات اكس نوت، ات بالنقطه اللي تريد تسوي يمها اللينيرايزيشن مضروبه طبعا في اكس ماينس اكس نوت. ممكن ازيد تيرم له واحد على اثنين فيكتوريال مضروب الاثنين مشتقة الثانية للاكس على دي اكس سكوير ملتبلاي بي من اكس ماينس اكس نوت الكل تربيت. طبعا وهاي تستمر، كل ما تستمر التيرمات هذا تعطيك مور شنو ريلايبل انسر، يعني تقترب من الاكزاكت. احنا للبساطة الصراحة we neglect the third term. هذا الترم راح نهمله بسهولة، يعني هذا الترم شغلنا الآن راح نهمله. ليش؟ لأن يعني راح يكون very small قليل، فراح يكون عندنا أي non-linear function راح نستخدم هاي العلاقة اللي هو fx. أوكي fx راح يصير fx يساوي لنا إنه fx not بالx not زائد المشتقة df بالاكس على دي اكس بالاكس نوت مضروبة في اكس ماينس اكس نوت. راح استخدم this one. الان بالحل مالتنا لما يجينا سيستم نون لينير المفروض نستخدم تايلر سيريز، بس راح اخذ فقط حدين. اوكي طبعا احنا هاي مثلناها بكيرف هنا، انا طبعا هذا الرسم اللي امامنا شلون كانت عندي y اف اكس، شلون سويت لها ابروكسيميشن لينيرايزيشن وحولتها المن الى لينير الصراحه. اوكي فلت از سي اكزامبل على شلون يجينا سيستم، يعني فيرست اوردر سيستم مثلا بس هو نون لينير. فهنا انا راح اوقف الصراحه، لازم احوله الى لينير، يلا اقدر اطلع الترانسفير فانكشن. سو لت از ستوب هير اند ذن ويل كومبليت.